عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا حلقة جديدة من المرشد الزراعي. النهاردة بنتكلم عن مجموعة من المحاصيل وهي الموالح. والحقيقة أنه الموالح نقدر نقول أنه أهميتها زادت حبتين ثلاثة في السنين الأخيرة، من أهمية اقتصادية لأهمية تصديرية لأهمية صحية وطبية، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا وضرورة الحفاظ على بعض العناصر الغذائية في الجسم زي فيتامين سي، واللي بيديها أو بتديها الموالح بشكل كبير جدا جدا. فهتلاقي أنه البرتقال واليوسفي والليمون وغيره من الموالح أصبح ضرورة حتمية أنه هو يكون موجود في البيوت على مستوى العالم، بالإضافة إلى الجانب التصديري واللي بيجعلها من المحاصيل المميزة جدا خصوصا في مصر وأنواع الموالح عندنا في مصر. تفاصيل كتير جدا مفتوحة أمام حضراتكم النهاردة في المرشد الزراعي، واستفساراتكم وأسئلتكم متاحة معانا من أول الحلقة لحد آخرها، وهيجيب علينا وعليكم النهاردة إن شاء الله دكتور أبو غنيمة سعد فتح الباب، الباحث بمعهد بحوث أمراض النباتات. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا آية، و بشكر حضراتكم على الدعوة الكريمة، وبتمنى ان احنا ان شاء الله نكون ضيوف خفاف على السادة المشاهدين وعلى حضراتكم، وان شاء الله نقدم كل ما هو مفيد للسادة المزارعين في انحاء الجمهورية، ولعل وعسى انها تكون في موازين حسناتنا جميعا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا احنا بنعيش عصر من يعني خلينا نقول الوباء العالمي، بمناسبة انه كورونا انتشر في السنتين ثلاثة الماضيين، فبقى عندنا الموالح ليها اهمية زيادة شوية عن الايام اللي فاتت، وده هيخلينا بقى بما اننا في فصل الشتاء وبما اننا في هذه الايام تقريبا دور البرد بقى، ولا مش عارفين دور ايه، ضارب 90% من البشر تقريبا في الفترة الحالية. فهنتكلم عن القيمة الغذائية للموالح وضرورة استخدامها للانسان في الفترة الحالية. بالنسبة للموالح، لو جينا نتكلم في البداية عن الموالح بادئ ذي بدء، القيمة الغذائية للموالح بتتمثل في احتوائها على العديد من الفيتامينات، من أهمها فيتامين سي زي ما حضرتك أشرتي، أضيفي إلى ذلك المواد الكربوهيدرات، بالإضافة إلى أن هي بتنقي الجسم من الحصوات، فضلا عن أن الموالح من الفاكهة اللي هم بيسموها البابيولر فروتس أو الفاكهة الشعبية. ليه؟ لأن هي في متناول الجميع سواء كان غني أو فقير، الجميع بيتناولها. طبعا أضيفي إلى ذلك اللي هي احتوائها على العديد من الأحماض، أهمها حمض السيتريك، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية. الموالح مش بتتمثل أهميتها في القيمة الغذائية بس، لا كمان بتتمثل أهميتها في الأهمية الاقتصادية للموالح. فلو جينا نبص الموالح هنلاقيها إن هي بتمثل تلت المساحة المزارعة. لو جينا بالنسبة للمساحة التصديرية أو القيمة التصديرية، في بتتمثل فيما تجلبه الموالح من عملة صعبة للبلاد. يعني لو جينا نبص للعام الماضي اللي هو عام 2021، الموالح كانت بتمثل الصدارة بالنسبة للقيمة التصديرية لها، حيث تم تصدير 1,800,000 طن من إجمالي صادرات مصر الزراعية، واللي كانت بتمثل حوالي 5,650,000 طن، دي من إجمالي ما تم تصديره من محاصيل بصفة عامة. طيب هل الأهمية الاقتصادية بتنحصر في هذا الصدد بس ولا في حاجات تانية؟ لا طبعا في حاجات تانية. بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في المساحة المزارعة اللي بتمثلها الموالح. بالنسبة للموالح هنبص نلاقيها لو جينا نقارن بينها وبين المحاصيل الفاكهة الأخرى، هنلاقيها أن هي بتمثل تلت مساحة الفاكهة من إجمالي المساحة المنزرعة، وده بيدينا انطباع أو إنديكيتور قد إيه أن احنا ممكن نهتم بالموالح. نهتم بالموالح عشان خاطر ان هي بتمثل عائد اقتصادي للمزارع، واللي هو المين تارجت بتاعنا هو المزارع في الاول وفي الاخر، وده اللي بيهمنا في هذا الصدد. عشان كده الموالح بنوليها اهميه قصوى،
عشان خاطر ما تجلبه لنا من عملة صعبة، وفي نفس الوقت ما بنجده في السوق المحلي. بالإضافة زي ما حضرتك أشرت في البداية إن هي بتمثل قيمة أو أهمية لفيتامين سي، خاصة في الأيام اللي احنا فيها ديت، عشان كورونا إن هي بتزود الجسم بالمناعة. بالإضافة إلى طبقة أو الألبيدو والفلافيدو، كل هذه المواد بتخش في القيمة الغذائية للموالح. يمكن حضرتك برضو تطرقت نقطة مهمة جدا من الأهمية الاقتصادية، وهي فكرة التصدير أو الجانب التصديري. معنى أنه الجانب التصديري بيتميز بمكانة عالية في مصر، معناه أنه الموالح منتج عالي الجودة أو يتميز بخواص بتميز المنتج المصري عن غيره من البلاد الأخرى. ده الكلام ده صح؟ أكيد طبعا، لأن احنا عندنا المناخ بتاعنا الحمد لله، زي يمكن احنا اتكلمنا الكلام ده في لقاءات سابقة، وإن المنتج المصري نظرا للمناخ المعتدل بتاعنا والجو اللي هو يعتبر أفضل مقارنة بالدول الأخرى، هنلاقي إن الموالح مقارنة بالدول الأخرى هنبص لقى إن الموالح دهيت بتدينا أهمية إن احنا إزاي نهتم بيها، والمنتج بتاعنا بيفرض وجوده في الأسواق العالمية. ليه؟ عشان خاطر الكواليتي بتاع الصنف نفسه او الكواليتي بتاع الايه المحصول اللي احنا بنصدره. يعني حضرتك تعالي شوفي مثلا الخيار بتاعنا على سبيل المثال، المانجا بتاعتنا، البلح او نخيل التمر، الحمد لله يعني مناخ مصر بيتميز بهذا الاعتدال، عشان كده ما ينتجه او ما ننتجه من محاصيل زراعيه بتفرض سوقها في بتفرض وجودها في الاسواق العالميه. يمكن حضرتك برضو اتكلمت عن نقطة مهمة جدا، وده خاص بما نعيشه على مستوى العالم دلوقتي، وهو التغير المناخي. التغير المناخي المفاجئ اللي طبعا بيضر بكثير من المحاصيل الزراعية. أنا أعلم أنه أغلب المحاصيل الزراعية تتأثر بشكل كبير جدا بالصقيع، بالشبورة المائية، بهطول الأمطار بشكل غزير، وكل العوامل عموما المناخية. هل الموالح تتأثر تأثر شديد بهذه التغيرات من صقيع وشبورة وخلافه ولا لا؟ حضرتك لو احنا جينا نتكلم عن الكلايماتيك تشينجز او التغيرات المناخية بصفة عامة، التغيرات المناخيه ديت الموالح زيها زي غيرها او زي اي كائن في الدنيا بيتاثر، كما يتاثر الانسان بيتاثر كما يتاثر اي محصول من المحاصيل الاخرى، ليست بمعزل عن المحاصيل الثانيه. طيب من اهم الحاجات او اللي في طبعا لو جينا نقسم الامراض بنسميها امراض فسيولوجيه وامراض ناتجه عن مسببات مرضيه. طب لو احنا جينا مثلا بالنسبه للامراض اللي هي ناتجه عن او الامراض الفسيولوجيه ديت، ممكن تكون ناتجه عن عناصر غذائيه او نقص، سواء كان بزياده او بالنقص. هل بيتوقف عند هذا الحد ولا في اضرار ثانيه؟ لا، في اضرار ثانيه اللي هم بيسموها الديس اوردر. الديس اوردر ده بتتمثل برضو ايضا في الصقيع، انخفاض درجات الحراره. انخفاض درجات الحراره ده هو بيكون ايه اللي هو لو احنا جينا بنطالع كل يوم نشرات الاخبار في الـ سواء كان على السوشيال ميديا، سواء كان عن الميديا بصفه عامه، سواء كان التلفزيون، سواء كان صحافه مقروءه او ايه او اعلام، سواء كان مقروء او مسموع او مرئي، في كل الاحوال المزارع فاطن الى هذا الحد، لكن لازم ياخذ في الاعتبار ازاي يتفادى الصقيع ده. قبل ما نقول ايه ازاي يتفاداه، مهم جدا نعرف ايه هو الصقيع. الصقيع هو عباره عن بالمفهوم بتاعه، طبعا هو له تعريفات كتير، لكن الإيجاز أو التعريف الموجز في هذا الأمر عبارة عن تحول الماء في السيتوبلازم إلى بلورات ثلجية. طيب البلورات الثلجية، أنت حضرتك لما بتحط إزازة مية في التلاجة وبتبقى مليانة عن آخرها ممكن تنفجر، ماشي؟ هكذا الأمر بيحصل بالنسبة للتيشو أو النسيج النباتي، سواء كان ده ورقة، سواء كان بتتأثر برضو اللي هو اليانج شوتس اللي هي بالنسبة للأغصان أو الأفرع الغض. طيب إحنا عشان نتفادى هذه الأمور إيه اللي ممكن نعمله، أو المزارع الكريم إيه اللي ممكن يهتم بيه عشان خاطر إحنا نتفادى هذه الأمور؟ في بعض العمليات اللي احنا مهم جدا ان احنا نعملها قبل ما يجي عمليه الصقيع، او قبل ما يعني بنتنبأ بيه خلاص هو اوريدي هيبقى موجود، او بكره بتاع الارصاد الجويه او مسؤول مختص بتاع الارصاد الجويه يقول لنا مثلا بكره في
صقيع هينزل على المزروعات. طب ايه اللي المفروض ان انا اعمله او ان انا اخده في الاحتياطات بتاعتي او في الاعتبار؟ في مجموعه من العوامل المفروض ان انا اخدها في الاعتبار، من اهمها اول حاجه اللي هي العمليات البستانيه، واهم حاجه في العمليات البستانيه اللي هي التغذيه. طبعا الحاجه لما تبقى بنينها قوي اكيد هتكافح بشكل او باخر اي تغيرات طارئه عليه. هكذا بالنسبه للانسان، يعني الانسان لما بياخد احتياجاته الغذائيه الضروريه بيقدر بطريقه او باخرى بيقاوم او بيكافح اي تغيرات تطرا عليه. لو احنا جينا نقيس الانسان بالكائن او بالنبات هنلاقيها هي نفس المعادله، فيما عدا ان النبات معرض في الهواء الطلق لاي تغيرات تطرا عليه. طيب المهم ان انا عشان خاطر اتفادى الموضوع ده اعمل ايه؟ التغذيه المتوازنه، واهم حاجه ان انا اهتم بيها اللي هي الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم. هذه العناصر مهمه جدا وضروريه جدا لتفادي الأضرار بتاع الصقيع اللي ممكن تحصل لهذا المحصول. لأن أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي المحصول بتاعي لو تعرض لي هذه الأضرار أكيد باتباع أو بالتسلسل هيتأثر المنتج بتاعي. يبقى القيمة أو الفاليو بتاعة الطاقة الإنتاجية بتاعة الشجرة هتقل. طب ليه ان انا اوصل لهذه المرحله طالما ان انا اقدر اتفادى الامور ديت؟ فالتسميد المتوازن مهم جدا، عدم المغالاه في التسميد الازوتي، لان اول نسيج بيتاثر هي الانسجه الرهيفه. طيب التسميد الازوتي او النيتروجين بيعمل ايه للمحصول بتاعي؟ بيزود من عمليه الفلاشنج او بيزود من عمليه الايه؟ النموات الجديده. ماشي؟ فالنموات الجديده دهيت لما بتبقى موجوده عندي اول حاجه استنفذت ماده غذائيه، ثاني حاجه ان هي بتتاثر، فضلا عن ان هي اكثر عرضه للاصابه بالامراض. النسيج طالما حصل له تهتك او حصل له ضرر بطريقه او باخرى بيكون اكثر عرضه للاصابه بالمسببات المرضيه المختلفه، سواء كان تبقعات اوراق اي حاجه هتطرق عليه، خلاص هو بقى ايه؟ عرضه لاي اصابه من اي مكان ايا كان. فده مهم جدا. طيب في حاجات تانية ممكن نعملها عشان خاطر نتفادى الموضوع ده؟ طبعا. ايه زي ايه مثلا؟ لو احنا جينا رشينا اللي هو في حاجات اللي هو الارتفيشال فوكس او اللي هو الضباب الصناعي، لو احنا عملنا ضباب صناعي ده بيقلل بطريقه او باخرى من عمليه تاثير الصقيع. اضافه الى او الميست، لو احنا في ميست، بالاضافه الى ذلك لو احنا زرعنا السياج بتاعنا اهتمينا بيه وحاولنا نقويه عشان خاطر يصد الايه؟ التأثيرات دهيت، وخاصة الأماكن اللي مزروع فيها نخيل بتكون أقل تأثرا بإيه؟ بأضرار الصقيع مقارنة بمين؟ بالمزارع الأخرى الخالية من السياج أو من لهاش سياج أو اللي هي مش مزروعة مش متحمل عليها نخيل، بتكون أكثر تأثرا أو عرضة للإصابة بأضرار الصقيع. مهم جدا برضو إن أنا إزاي أفتح الشجرة وإزاي أهتم بيها وإزاي أهندمها، بحيث إن أنا لو عندي أفرخ مائية المفروض إن أنا إيه؟ أشيلها أول بأول، ما أستناش عشان خاطر أشيلها، لا أشيلها مباشرة. ليه؟ عشان خاطر ان انا كل ما شلت الحاجات ده كل ديت بتبقى عندي حتى لو في تيارات هواء بتتخلل ايه؟ الشجره بتاعتي. فضلا عن ذلك الاضرار الصقيع برضو ممكن نتجنبها عن طريق لو احنا جينا، طبعا معروف ان التسميد بالكالسيوم او لازم الصوره اللي احنا بنسمد عليها مهم جدا ان انا اضيف الصوره اللي انا بسمد عليها دي لازم اخدها في الاعتبار. فلما انا اسمد مثلا بسلفات نشادر، لو انا احتاجت سلفات النشادر مهم جدا، ماشي، غير لما انا اسمد بنترات. النترات طبعا معروف ان هي سهله الذوبان، وبالاضافه الى ان هي بتفقد بسرعه في التربه، بالاضافه الى ذلك ان هي بتكون لي مجموع خضري على حساب المجموع السمري. فضلا عن ذلك ان التسميد الازوتي اصلا لو انا جيت اعتدلت فيه طبعا بيقلل لي عدد، بيحاول بقدر الامكان السلفات النشادر او ده بالنسبه للتسميد الازوتي بيدوب ببطء، فبكون اكثر استفاده مقارنه بالايه؟ النترات النشادر.
جميل. يمكن حضرتك برضو تطرقت مباشرة لأنه الصقيع أو التغيرات المناخية قد تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية، ومن ثم تؤثر كمان على الاقتصاد، وده اللي احنا بنقول عليه أنه التغيرات المناخية دائما مرتبطة بشكل مباشر بالقيمة الاقتصادية لأي محصول عموما. في نقطة مهمة جدا يمكن دايما بنتكلم فيها عن المحاصيل، وهي ملوحة التربة. هل إذا كانت ملوحة التربة عالية تتناسب مع الموالح وزراعة الموالح ولا لا؟ طبعا الموالح حساسة زيها زي غيرها بالملوحة، لكن لو احنا جينا نتكلم من الناحية المرضية هنبص نلاقي ان الملوحة بتزود الإصابة بأعفان الجذور. طيب لو احنا جينا بقى نتكلم بقى عن المسببات المرضية، لو احنا جينا نقسم بقى الشجرة الأمراض اللي بتصيب شجرة الموالح من فوق لتحت، هنبص نلاقي إن في أمراض بتصيب المجموع الخضري، وفي أمراض بتصيب المجموع الثمري، وفي أمراض بتصيب الجذع نفسه، وفي أمراض بتصيب لإيه؟ الجذور. طيب لو احنا جينا عند مجموعة الأمراض اللي هي بتصيب المجموع الخضري زي الأوراق مثلا أو الأفرع، هنبص نلاقي إنها بتتمثل في مجموعة من الأمراض، من أهمها مثلا تبقع الألترناري. طيب التبقع الالترناري لو جينا عند الالترناريا بالذات مهم جدا. هي الالترناريا مش بتصيب الاوراق بس، لا للاسف ان هي بتصيب كل البارتس بتاع الايه النبات فيما عدا الجذور، وخاصه الالترناريا ستراي. طب ايه اللي بتعمله الالترناريا ستراي؟ الالترناريا ستراي ربنا حداها بمقومات يمكن مش موجوده عند الفترات الثانيه او بتختلف من كائن لاخر. فالفطريات بالنسبه للالترناريا لو احنا جينا نشوف طريقه دخولها النبات نفسه بتخترق النبات بطريقتين، اما عن طريق الاستوميتا او الصغور، او ان هي بتخترق النبات عن طريق الجروح. يعني لو لقت جروح هتخش، لو لقت استوميتا او اللي هو فتحات الصغر اللي هي على الورقه موجوده ومفتوحه هتخش. يعني اذا غزوها للنبات مش بيتوقف على طريقه واحده، وده بيديها مقومات ان هي بتنتشر بطريقه او باخرى. طيب الامطار طبعا بتزود من انتشار الاصابه بالامراض، الرطوبه بصفه عامه بتزود انتشار الاصابه بمثل هذا المرض اللي هو التبقع الالترناري والتبقعات بصفه عامه. ماشي. المهم جدا ان احنا نتحكم في المثلث المرضي. المثلث المرضي ده بيحتوي على ثلاث اضلاع، ماشي. لو احنا اتحكمنا في ضلع منهم هنقدر نتحكم في كينونه هذا الباثوجين وعدم حدوث الاصابه. ومهم جدا ان انا عشان خاطر ما تحدثش الاصابه ديت اكثر الايه احد الاضلاع، بحيث ان ما يحصلش كومباتبل بين اللي هي العوامل الثلاثه ديت اللي هي الانفيرومنتال كونديشن او اللي هي الظروف المناخيه او البيئيه، او بالنسبه للباثوجين اللي هو القادر على احداث الاصابه، اضيف الى ذلك اللي هي الهوست القابل لحدوث الاصابه. هذه العوامل جميعها مشتركه، ماشي، لو اجتمعت مع بعضيها هتحدث للاصابه. بالعكس كمان ده ممكن تكون مور اجريسيف او اكثر عدوانيه، يعني الباثوجين نفسه او المسبب المرضي نفسه ممكن يكون اكثر انتشارا. ليه؟ لان خلاص كل الدنيا بقت مواتيه ليه وظروفك بقت مواتيه ليه، يبقى عشان خاطر تحدث الاصابه العوامل متوفره، يبقى هو الفطر مش محتاج حاجه تانية. قدرته على احداث الاصابه موجوده ومتوفره، الهوست او العائل القابل للاصابه موجود ومتوفر. فمهم جدا ان احنا بنلعب في عمليه الاضلاع. طب الانفيرومنتال كونديشن او اللي هي الظروف البيئيه نعم نترجم عربي ما هي الظروف البيئيه طيب احنا نقدر نتحكم فيها، دي اللي بتبقى خارجه عن ارادتنا، ماشي. لكن في عوامل ممكن نتفاداها، ماشي. مهم جدا، يعني اول حاجه ازاله الحشائش من التربه. لو انا ازلت الحشائش من التربه بيقلل لي نسبه ايه الرطوبه، يبقى بالتالي انا ايه هقدر ان انا اتفادى الاصابه من خلال هذه العمليات. يبقى العمليات الزراعيه هي جل الايه الاهتمام عشان خاطر اقدر اتفادى الاصابه باي مسبب مرض ايا كان. طيب هل بيتوقف الامر عند هذا الحد؟ طبعا لا، اكيد في عوامل تانية، من اهمها برضو زي ما قلنا التسميد الازوتي. يبقى التسميد الازوتي، المغالاه في التسميد الازوتي وعدم الاعتدال في الري او التسميد، ده بيزود لي نسب الاصابه بهذا الفطر اللي هو الالترناري، او بيسموها التبقع الالترناري او التبقع البني او التبقع الاسود، له مسميات عديده. اللي يهمنا احنا لما بنيجي بنشتغل على المسبب المرضي. طيب هل هذا الامر بيقف عند هذا الحد؟ لا، لو انا جيت غيرت طريقه الري من طريقه الري بالغمر، ماشي، اللي هي بتزود لي نسب الاصابه
ماشي بأعفان الجذور بتزود لي نسب الإصابة بتبقعات الأوراق والتصمغات. لو أنا جيت غيرت طريقة الري من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، ده هيوفر لي حاجات كتيرة جدا من أهمها الإصابة بهذه الأمراض. طيب لو احنا جينا بالنسبة للموالح بالذات، مهم جدا إن أنا لما أجي أروي ماشي الري أشوف طبيعة التربة. طبيعة التربة عندي لو التربة فيها مش معرقة بمعنى أصح، يعني فيها جزء طفلة مثلا وجزء رملة، يبقى أنا ما استخدمش مثلا خطوط الأنابيب بتاعتي، ما تبقاش إيه اللي هو خطوط الري بتاعتي ما تبقاش جي آر، لا أخليها ري بالتنقيط وليس الجي آر، لأن الجي آر معايا مش هينفع. لأن ليه؟ عشان خاطر في جورة هتشرب تاخد احتياجاتها الغذائيه واحتياجاتها من الرطوبه والميه والعناصر الغذائيه، وفي جوره تانية مش هتاخد، بالعكس ده ممكن تصاب بالايه بالاعفان او اعفان الجذور او التصمغات. يبقى مهم جدا ان انا لما اجي اختار ايه، اختار طريقه الري بتاعتي اللي تتناسب مع طبيعه التربه بتاعتي. دول العاملين دول مهمين جدا، لان العوامل البيئيه مع العوامل الارضيه الاثنين بيبقى مهم. مع اختيار الصنفه ده مهم جدا، وخاصه ان الشتله ديت عشان خاطر انشأ بستان على اسس سليمه ماشي، وهذا البستان اقدر ان انا اتفادى الاصابه بالامراض، اول عامل من العوامل اختيار الشكل ماشي. طيب هل المسببات المرضيه بتقف عند هذا الحد ولا في مسببات مرضيه تانية؟ ماشي، لا طبعا في حاجه اسمها الاشنات. الاشنات ديت هي عباره عن معيشه تكافليه ماشي بين فطر وتحلب، بيتكون عندي الاشنات. طب ايه هو الدافع اللي بيخلي الاشنات تتكون؟ طبعا الاشنات دي منها انواع، منها ما هو ورقي او حرشوفي ماشي. طب الاشنات دهيت لو انا جيت عندي او البرتقانيه اللي بتبقى برتقانيه اللون او خضراء، طب الاشنات دهيت عشان خاطر انا اتفاداها ماشي. برضو اهم عامل او العامل الاساسي في كل او في معظم الامراض الفطريه بالذات هو عامل الرطوبه. زادت نسبه الرطوبه بتزود لي نسبه الايه الاصابه بالاشنات. طب الاشنات دي لها اضرار؟ لها اضرار. طيب ايه الاضرار اللي ممكن تعملها؟ لو جت لي على الورقه بتسد الايه الصغور، يبقى ما بيحصلش تبادل غازي وما بيحصلش فوتوسينثيز، وفي نفس الوقت يبقى الورقه اللي فيها مصنع الغيزه ماشي خلاص بتفقد وظيفتها. يبقى اذا بتعمل ايه؟ بتضطر ان هي خلاص ما بيبقاش لها اي قيمه خالص ماشي. يبقى انا عندي ثمره لها عدد معين من الاوراق عشان خاطر الثمره عندي تتكون وتبقى تاخد الحجم الطبيعي بتاعها. طيب لو الاوراق ديت افتقدت هل هيقل الحجم؟ طبعا هيقل الحجم. طيب الكواليتي هيقل؟ طبعا هيقل. الرتبه نفسها او الجريد بتاع الثمره هيقل. طيب كله ديت عوامل اقدر اتلافاها لو انا اتحكمت في الرطوبه، سواء كانت رطوبه ارضيه، يعني لو قللت نسبه الري هتقل عندي نسبه الرطوبه تبعا، لو انا ازلت الحشائش هتقل عندي نسبه الرطوبه، لو انا فتحت الشجره وهدمتها وهزبتها ماشي وما بقاش فيه تداخل بين الاشجار وبعضيها هتقل نسبه الرطوبه. يبقى اذا طالما فتحت قلب شجره، ودايما بيقولوا الناس البيت الشجر زي البيت بالظبط، دايما بيقول البيت اللي ما بيخش شمس وهواء ما بيخشوش امراض ماشي. ليه؟ عشان خاطر الدنيا متجدده فيه. كذلك الامر بالنسبه للشجره. طيب الشجره لو انا جيت فتحت قلبها وقلمتها تقليم جيد ورشيت بعد التقليم مباشره باحد المبيدات الموصى بها ماشي، عقب التقليم مباشره ما استنيتش لتاني يوم مثلا، مش هحدث لي اصابه ماشي. التحكم في عوامل الاصابه مهم جدا ماشي، ان انا اتحكم في عوامل الاصابه. لو انا ما اتحكمتش في عوامل الاصابه دهيت وده سهل ماشي، لو انا اديت اهميه للموضوع في نفس الوقت. انا بالنسبه لي انا كمزارع او كفلاح مهم جدا ان انا ايه يعني باقل القليل اقدر ان انا اخد عائد اقتصادي عالي لو انا قدرت اتحكم في العوامل دهي. جميل. حضرتك اتكلمت عن يعني نقاط متفرقه لتجنب الاصابه بالامراض للموالح، وبالتاكيد اصابه الموالح بالامراض من اهم العمليات او من اهم الحاجات اللي بناخد بالنا منها علشان يبقى عندنا انتاجيه وفيره وكمان عندنا انتاجيه جيده. طيب خلينا بقى بالترتيب ونمشي كده بالترتيب مع المزارع، من اول اختيار التربه واختيار التقاوي لحد التخزين والتسويق، كيف يتفادى
المزارع الإصابة بالأمراض عن طريق العمليات الزراعية، عن طريق التخزين، وبعد كده نتكلم بقى عن جزء لو احنا جينا في الأول خالص اختيار التربة مهم جدا. أنا لم عشان اختار التربة لازم أعمل عملية تحليل التربة أولا مبدئيا قبل ما أزرع بستان موالح، مهم جدا أنا اختار إيه التربة على أسس علمية. طيب أحلل التربة من ناحية الاستراكشر بتاعها أو التركيب ماشي، وبالإضافة إلى ذلك إن أنا أحللها من ناحية الملوحة أو التركيب والتركيب الكيماوي. هذه العوامل جميعها بالنسبة لي الملوحة بالذات مهم جدا عشان خاطر لما أجي أحلل ملوحة أحلل ملوحة التربة مضافا إليها ملوحة المية ماشي، لأن الاثنين التوتال بتاعهم مهم جدا إن هو بيزيدش عن حد معين. لو زاد عند حد معين ده الناس المختصين هيجوا ساعتها مثلا في معهد الاراضي يقول لا ازرع المحصول كذا وما تزرعش المحصول كذا، يبقى يوجد فيها مثلا النخيل لا ما يوجدش الموالح، لان ده مهم جدا ان انا اختيار الصنف بيترتب على اختيار التربه والملوحه بتاع التربه، بالاضافه الى يعني انا لو عندي طبقه صماء في التربه الجدر بتاعي مش هينزل تحت، يبقى هيبقى سطحي او هيبقى فيه مشاكل. يبقى التربه في الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه ان حد هيجي يتكلم ويقول لي ايه لا ما تزرعش موالح حالي. طيب بالنسبه لملوحه الميه، ملوحه الميه برده مهم جدا ان انا لازم لما اجي احللها دي بتبقى عباره عن معادله المعادله ديت الاثنين بيبقى مع بعضيهم بيبقى في انتجريشن بين ملوحه التربه وملوحه الايه وملوحه الميه، الاثنين مش بمعزل عن بعض. فده مهم جدا قبل ما اختار ازرع بستان موالح، مهم جدا ان اختار التربه واحللها واحلل ملوحه الميه. هنقف طيب عند التربه وننتقل للمرحله اللي بعدها بعد ما ناخد استاذه فاتن من البحيره. يا استاذه فاتن اهلا بيك، يا فندم اهلا بيك اتفضلي. ماشي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. في مشكله يا دكتور هنا في الموالح، دايما نرش دواء الذبابه وما يديش نتيجه خالص. هو حضرتك بالنسبة لذبابة الفاكهة بترجعي حضرتك للحلقة النهاردة عشان خاطر أمراض الموالح، فحضرتك ممكن ترجعي للمختصين زمايلنا من معهد بحوث وقاية النباتات هيقدروا يرشدوا حضرتك ويفيدوكي، وهم منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية عندنا محطات بحثية ومفيش حد هيقدر يتأخر عن أي حضرتك في تقديم الخدمة لحضرتك لو حضرتك لجأت إليهم. ايوه، وفي مرض كمان اللي هو القواقع ده بيصيب برضو، ما فيش دواء جديد ظهر بحيث يقضي على القواقع ده بدل الكربندازيم، لان سعره تضاعف خالص يجي 4 مرات برضو هنا في البحيره. برضو حضرتك يا فندم برضو نفس التخصص برضو بترجعي اليه اللي هو معهد بحوث وقايه النباتات، وفي محطات بحثيه زي ما قلنا في السابق منتشر دي برضو في جميع انحاء الجمهوريه هيقدروا يفيدوا حضرتك لو انت حضرتك رجعت اليوم ان شاء الله. في انهي مكان بالظبط يا دكتور؟ الله يبارك فيك. في النبريه، محطه بحوث النبريه، وفي في ده في مدينه النبريه نفسها. في مدينه النبريه نفسها في محطه بحثيه هناك، وفي في كل مكان. ولو جيت عندنا هنا في مركز البحوث الزراعيه معهد بحوث وقايه النباتات الزملاء هنا هيفيدوا حضرتك هنا في شارع نادي الصيد. طب في مصايد للذبابه ولا ما عندش حضرتك فكره برضه؟ عندهم كل ما يرضيك ان شاء الله. ماشي، الف شكر يا رب. تحت امرك يا فندم. شكرا جزيلا. معايا كمان استاذ محمد من البحيره. يا استاذ محمد، يا استاذ محمد اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. وانا كنت عايز اسال الدكتور بس عن التمر في الليمون، عندنا الليمون بيتصب بطريقه رهيبه، يعني بالشجره بتموت 5 فدادين على بعض بيتقلعوا بسبب التمر في الليمون، وجربنا كل العلاجات وعجينه بوردو وكله ما فيش فايده خالص. طيب حاضر هرد عليك. طريقه الري ايه؟ الري تنقيط ورش. الري تنقيط ورش؟ النقطات في كام نقاط حوالين الشجره؟ حوالين الشجره يعني في خرطومين على 30 سم. كم نقاط؟ كم نقاط؟ كم نقاط؟ يعني عندك ده 12 نقاط حوالين الشجره، الشجره عمري 27 سنة. التربة نوعها ايه؟ رملة سفوة. كلها رملة؟ رملة سفوة خالص، ما فيش فيها حاجة طفلة ولا حمرة ولا. بتروا كم ساعة؟
انا في الشتاء ده مانع الري خالص، مانع الري نهائي. ماشي، في الصيف ما هو الصمغ هو جاي النهارده ولا جاي من قبل كده؟ هو بيبدا كل سنه، بيبدا من شهر 11، بقى له 3 سنين على الوضع ده، من شهر 11 يبدا يشتغل. هو مشكله المشاكل في بالنسبه للتصمغ في الموالح بالذات الري. ماشي، لو انت حضرتك ضبطت عمليه الري هيقل عندك نسبه الاصابه بالتصمغ. طيب يا دكتور انا ما بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم عن مشكله بتدور. ماشي، ما هي دي المشكله، ما انا بشرح لك مشكله عامه على مستوى 16 قريه. يا فندم انا رحت الناس ولقيت ان الري هناك يعني هقول لحضرتك بالنسبه للري بالذات، انا رحت بقى احد المزارع وفي هناك بالمناوبه، يعني ما بيرضاش يقول لك اصل انا المناوبه عندي 3 ايام فبيضطر يملى الارض بتاعته عشان خاطر ما يشتغلش البير. تمام صح ولا مش بيحصل ده؟ تمام، اه طيب. منوبه، نظام منوبه فعلا بالظبط كده. طب لما ده بيحصل انت تيجي تقول لي اصل انا بعمل بحاول بكل الطرق، في خطا عند حضرتك. الخطا ايه هو؟ ان انا ما اجيش طالما انا عندي تلاقي المنوبه اجي امسك الارض واغرقها. انت كده بتروي غمر مش بتروي ايه؟ تنقيط. ما احنا عارفين الري في الشتاء اصلا يا فندم. مش بتكلم على الشتاء يا استاذنا، عارفين الري في الشتاء حضرتك. انا مش بتكلم على الشتاء، ماشي، انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على هي المشكله قائمه النهارده ولا مشكله قائمه من قبل كده؟ انا بتكلم من 3 سنين بالظبط كده، يعني مش من النهارده، من 3 سنين، من 3 سنين. طب ايه الحل اللي انا اعمله؟ ماشي، الحل اللي انا اعمله ضبط عمليه الري، يعني هي جل المشاكل ضبط عمليه الري، لان الناس بتصرف جدا في الري. ليه بقى؟ لان انا زي ما بقول لحضرتك كده بيجي يومين المناوبه ممكن يشغل الخرطوم اللي هي مكنه الري 24 ساعه. ماشي يا دكتور، بعد اذن حضرتك لو سمحت، معلش، البرتقال موالح والسفندي موالح والليمون موالح، اشمعنى السمغ ما بيجيش غير للليمون فقط؟ عشان الجزائر فقط. بص حضرتك، البرتقال ما بيطرش والسفندي ما بيطرش السمغ. طيب ما انا هقول لحضرتك. طيب صلي على النبي عليه السلام. عند حضرتك اسره كريمه صح؟ ليه احدهم بيصاب واحدهم مش بيصاب؟ لان في صنف بيبقى حساس، ماشي، وصنف مش حساس. يبقى اللي مش حساس ده اعمل فيه ايه؟ اتفادى اللي هو ايه المشاكل اللي ممكن تحصل له عن طريق العمليات الزراعيه اللي احنا قلناها. يبقى انا لما اجي استخدم طريقه الري استخدم طريقه الري المظبوط، مش معنى ان انا بستخدم طريقه الري ماشي بالتنقيط ده معناه ان انا كده تفاديت المشكله. لا، ان انا ما تفاديتش المشكله، اتفادى المشكله امتى؟ ماشي، لما اروي الري المقنن المائي، الشجره تاخد احتياجاتها المائيه المظبوطه، ماشي، ما تجيش ايام المناوبه وافضل مشغل ايه؟ مشغل النقاط عندي. لا، ده طريقه خاطئه، وانا رحت مزارع وشفت المشكله دي، يعني انا شفتها ولمستها بايدي، يعني ما حدش وريها لي او حد، او انا شفتها النهارده، لا، لان احنا في البحيره احنا رحنا اماكن كتير، ابو حمص، ورحنا كفر الدوار، ورحنا اماكن كتير، يعني مش مركزين في اماكن في منطقه معينه. طيب هل ده بس؟ لا طبعا، انت عندك لو انت جيت قربت النقاط او اللي هو الخرطوم من الجزء بتاع الشجره هيجي لك تصمغ، ماشي، ودي انا شفتها. يبقى المفروض ان انا بعمل حلقات والخرطوم بيبقى على بعد 75 سنتي من الجزء بتاع الشجره. بشكرك استاذ محمد، شكرا جزيلا. معانا كمان استاذ محمد من الشرقيه. يا استاذ محمد، عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. عندنا الشجر البرتقال من القمح في الشرقيه. اسمعني من التليفون. بشهر 5/4 و5 بيجيب زهره كتير، وبنخدم خدمه يعني ما فيش بعد كده. بلدي وبوتاسيوم وسوبر وكبريت وعايزين وعاملين كل حاجه، وبيجي في شهر 6 كده يعني بيمسكش 2% 3%. بيمسكش 3% ازهار؟ لا ازهار يعني ما قلنا ما بتجيبش زي جيرانها. ماشي، حاضر. وخدمه جامده يعني. حاضر. اشكرك استاذ محمد، شكرا جزيلا. طبعا بالنسبه للخدمه الازهار، ايه اللي بيوقع الازهار؟ ماشي، هو كده كده في تساقط طبيعي للازهار، لكن هل التساقط الطبيعي ده هو الفيصل النهائي ولا في تساقط تاني ممكن يحصل نتيجه مشكلات؟ زي ايه مثلا؟ لو انا زودت التسميد الازوتي،
يعني كلنا بنرجع لايه؟ للتسميد الازوتي. التسميد الازوتي لو انا زودته ماشي بيكون الزياده على حساب الازهار فبتوقع الازهار. زياده الري بتكون عامل من ضمن العوامل اللي هي بتوقع الازهار، يبقى مهم جدا انا لما نيجي عندي الازهار بأضبط عمليه الري مع الاعتدال في التسميد الازوتي. التسميد الازوتي لما اجي اسمد برضو اسمد بسلفات نشادر ماشي، لان سلفات النشادر دي مهمه جدا، ان انا لما زي ما قلنا ان هي بتدوب ببطء، ثانيا الشجره بتاخد كل احتياجاتها، يبقى انا ما بصرفش. لو انا جيت سميت تسميد بالنيترات هنبص لا النيترات يا جماعه مشكله. ايه هي؟ اول حاجه بالتكلفه بتزيد ماشي، لان انا بستخدم كتير، بستخدمه هنا مقارنه بسلفات النشادر بتبقى اكتر بكتير ماشي، بالاضافه ان هي بتفقد اصلا في ماء التربه فانا ما بستفادش ايه بيها زي ما بستفيد بسلفات النشادر، بالاضافه ان هي بتديني مجموع خضري بيبقى بيسموه هايش. الهايش دوت بيكون على حساب المجموع الثمري، فطبيعي ان انا لما انا العمليه عندي ما بتبقاش فيه اتزان. البني ادم فينا لو جه كل اكله معينه عن اكله بص لاقي بيظهر دوت على ايه؟ على الاعراض بتاعته، بتظهر على الوجه، بتظهر على اي ايه اي ان كان. فكذلك الامر بالنسبه للاشجار، الاشجار ليست بمعزل عن الايه الحياه. اتفضل. يمكن احنا وقفنا عند التربه واختيار التربه والامراض، بقى نكمل في الامراض تحليل التربه. قلنا خلاص احنا اتاكدنا من تحليل التربه، بنبدا بقى في المرحله اللي خلاص احنا في حاجه مهمه عندنا زي مثلا النيماتودا. النيماتودا ديت من الممرضات اللي موجوده في التربه، ومهم جدا عشان خاطر اتفادى الاصابه بالنيماتودا اختيار الشتله. لما اجي افحص الشتله وابص الاقي ان فيها الجذور بتاعتي نموها مش طبيعي، غير سليم، عليها تورمات، او التورمات دهيت مهم جدا ان انا لما اشوفها بتبقى عارف ديت خلاص الجذر معروف ايه النظام بتاعه او نظام النمو بتاعه. طب لو انا شفت النظام دوت مغير هل استمر واخد الشتله ولا ما اخدهاش؟ طبعا بستبعدها وبستبعد المشتل بالكامل، لان انا مهم جدا ان انا احافظ على السالري بتاعي او الفلوس بتاعتي، ولما اجي اخد شتله اخد شتله من مكان سيرتيفايد او معتمد، ما اخدش شتله وخلاص. ليه؟ عشان الشتله دي زي ما احنا قلنا في البدايه ان هي بتوفر عليا 75% من الايه؟ من عناصر المكافحه، وفي نفس الوقت الاصابه بالامراض. كل ما الشجره كل ما الشتله كانت قويه، وكل ما الشجره كانت فيها عوامل اللي هي بتقدر من خلالها تكافح الامراض، هديت هتقدر عندي الشجر تسلك مسلكها وتنمو النمو الطبيعي بتاعتها. كمان بالنسبه للنيماتودا لما بتصيب الجذور ماشي، وباخد من المشتل المصاب ده اهوت وانقلها للارض المستديمه، الارض عندي بتبقى موبوءه بالايه؟ بالنيماتودا. يبقى انا مش بصيب شتله واحده بس، ده حتى عندك ضعف بعد كده بقى اضاعف، بضاعف عمليه الكوست عن طريق او التكلفه عن طريق الايه؟ المكافحه، لان عوامل المكافحه دي مستاهله، والمبيدات النيماتوديه برضو يعني شديده السميه. طب انا اقصر على نفس المسافه ماشي باختيار شتله قويه سليمه جدرها خالي من الاصابه، سواء كانت اعفان جذور سواء كانت ايه؟ اصابه نيماتوديه. طيب هل الموضوع بيتوقف عند هذا الحد ولا في مشاكل ثانيه ممكن تجيب لي النيماتودا؟ عندك حضرتك لو جيتي بالنسبه للنيماتودا هنلاقي مثلا السماد بتاعي اللي هو العضوي، لو انا جبت سماد عضوي غير تم التحلل ماشي فيه مشكله المشاكل ان هو بيجيب لي الاصابه لحد عندي، يعني بدل ما انا اتفادى الاصابه لا ده انا بجيبها لي كمان لحد البيت. فدي مشكله من ضمن المشاكل اللي ممكن المزارع بيقع فيها. يبقى عشان كده لازم السماد العضوي بتاعي يبقى يكون تام التحلل. تام التحلل ده هيديني سماد خالي من النيماتودا، هديني سماد خالي من بذور الحشائش، هديني سماد خالي من الارقات او الحشرات او الحاجات اي حاجه موجوده غير مرغوب فيها. السماد التام التحلل لان درجه الحراره بتاعته بتبقى عاليه جدا فبتبقى كفيله بقتل هذه الكائنات جميعها. ده بالنسبه للنيماتودا. طيب الاصابه جت عندي هل اسكت واحط ايدي على خدي واسكت ولا في حلول تانية؟ شوف طرق المكافحه. لا في طرق تانية من اهمها برضو اللي هو مثلا لو انا جيت حملت التوم على الموالح ده بيقلل لي من نسب الاصابه بالنيماتودا وتعداد النيماتودا في التربه. هل في طرق تانية؟ طبعا في طرق تانية، زي مثلا الفام او اللي بيسموها المايكورايزا. المايكورايزا لو انا ضفتها في التربه
ايضا بتقلل لي من نسب الاصابه او تعداد النيماتودا في التربه. ماشي، بل دايما المزارع يضع في اعتباره ان اخر الدواء الكي، وانا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا اخر الدواء الكي عندي ايه هو؟ المبيدات، يعني اتفادى استخدام المبيدات بقدر الامكان، لان دلوقتي احنا عندنا طرق موجوده، لما استنفذ كل الطرق البيولوجيه والطرق والعمليات الزراعيه ابقى الجا للمبيدات ديت اخر حل. ماشي، لو انا نفذت التعليمات دهيت على حسب توصيات وزاره الزراعه انا هيديني محصول قوي، هيديني محصول الطاقه الانتاجيه بتاعتي هتزيد، بتاع الشجره، الشجره نفسها هتبقى عافيه، هتبقى قادره على مواجهه او مجابهه الظروف الايه البيئيه المختلفه. اتفضل. طيب بعد كده احنا يعني تقريبا اتكلمنا عن البيئه المحيطه بزراعه الموالح، او انا بختار البيئه المحيطه، هيبقى عندي جزء مهم جدا وهو اختيار التقاوي نفسها اللي هتزرع فيه هذه البيئه او هذه التربه. الاول، هل يوجد بعض الاصناف عن غيرها مقاومه اكتر لملوحه التربه، مقاومه اكتر للامراض، مقاومه لكل ما يمكن ان يقلل من انتاجيه وجوده الموالح ولا لا؟ هو احنا عندنا اصناف، مش اصناف بقى، اصول. الاصول الموالح عندنا مثلا اشهر اصلين الفولكا ماريانا والنارنج. الصنفين دولت يعني عندنا مثلا لو جينا النارنج ده مقاوم جدا للاصابه بالامراض عفان الجذور. ماشي، لو جينا للنارنج مقاوم جدا للاصابه بالامراض الفيروسيه، ودي اللي احنا ما اتكلمناش عنها. برضو عشان خاطر اختار التقاوي او الشتله بتاعتي مهم جدا انا لما اجي اختار الشتله بتاعتي ما يكونش فيها اصابه بالامراض الفيروسيه، لان ديت من اهم او من جل العناصر اللي هي ممكن تؤدي الى فقد المزرعه بالكامل. طيب هل انا استنى اروح اجيب من مشتل وفي ناس بتصرخ، بتقابلنا بتصرخ من الموضوع دوت ان هو بيروح يجيب من مشتل، المشتل ده غير معتمد، المشتل ده هو بتاع المشتل اللي غير معتمد ده اللي هو بيسموه تحت بير السلم، هروح يجيب من المشتل ده وفي الاخر خالص عشان بيسترخص او بيجيب شتله القيمه التسويقيه بتاعتها قليله فبيضطر يرجع يجري اليها. ماشي، وبتحصل عمليات نصب كتيره في هذا الصدد. طب الواحد المفروض في مشاتل معروفه ومعتمده المفروض دي اللي ألجأ لها في الاول وفي الاخر، يبقى انا لو عندي شتله فيها اي ضرر ماشي موجود عليها استبعدها فورا. لان انا لو خدت قلم تطعيم بس، يعني شايفه تخيلي حضرتك لو انا خدت قلم تطعيم مصاب بمرض مثلا زي مرض القوباء، ماشي هينقل الاصابه من مكان لاخر، لان الاصابه جت لحد ايه؟ صحيح. البيت، طيب او لحد البستان بتاعي. طيب مرض القوباء المهم من الامراض الفيروسيه، والامراض الفيروسيه ملهاش علاج. ماشي، وفي ناس بتتاجر بالناس في السوق وبتقول لك ان مثلا لها علاج، لا، الامراض الفيروسيه معروف ان ايه؟ ما فيش علاج للامراض الفيروسيه. ايه هو العلاج؟ العلاج ان انا اعرف طريقه النقل بتاع الفيروس ايه؟ يعني الفيروس ده بيتنقل بالتطعيم، يبقى انا مهم جدا ان انا لما اجي اختار ايه؟ شتله او قلم تطعيم من ام غير مصابه. الام الغير مصابه دهيت هتوفر لي ان انا ايه؟ لما اخد قلم التطعيم دهوت الشجره اللي هيتنقل ليها قلم التطعيم دهوت مش هتبقى مصابه او هتبقى فيروس فري، خاليه من الاصابه بالقوباء. هل في بعض الحاجات المبيدات اللي هم بيستخدموها ديت لاطاله عمر الشجره فقط وليست لعلاج الايه؟ الفيروس. طيب هو مرض الفيروس دوت القوباء هو اللي بيصيب الموالح بس ولا في فيروس تاني؟ في فيروس تاني اللي هو فيروس تريستيزا، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ان الناقل الحشري بتاعه غير موجود عندنا هنا في مصر، والفضل بيرجع لله اولا ثم للمعاهد، المعهد المختص او المعاهد المختصه، سواء كان معهد بحوث امراض النباتات او معهد بحوث وقايه النباتات مع الاداره المركزيه للحجر الزراعي. هذه المعاهد والاداره المركزيه مع الاداره المركزيه للحجر الزراعي بيقفوا بالمرصاد، واحنا بنروح الموانئ وبنفتش وبنشوف لما حاجه تجينا اقلام تطعيم موالح من بره بنفحصها فحص ظاهري وفحص معملي، وده بيدينا دقه في التعامل مع المنتج دهوت ان احنا نقبله او نرفضه، لان مهمتنا الاساسيه الحفاظ على الثروه الزراعيه من الضياع او من ان هي تجي لها مشاكل زي من هذا النوع.
اتفضل. حضرتك اتكلمت عن بعض انواع الامراض بقى، يعني قبل ما ننتقل للعمليه التاليه، احنا عندنا امراض فيروسيه، امراض بكتيريه، امراض نيماتوديه. لا امراض بكتيريه ما عندناش امراض بكتيريه، ما فيش امراض بكتيريه خاصه بالموالح. حاط علينا الى الان لم يسجل مرض بكتيري عندنا في مصر، وديت من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. الحمد لله. يعني زي ما احنا قلنا بقى عشان نرجع تاني للامراض، بما ان احنا ما عندناش امراض بكتيريه نعدد الامراض الاخرى. تمام، هرجع لحضرتك مره تاني، بس خلينا ناخد استاذ حسين من اسكندريه. يا استاذ حسين اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. بصراحه بالنسبه في الرشق كلور النحاس نحط مع السميات ولا بيتحط بيترش لوحده؟ وقد ايه بالنسبه للمطور ال 600؟ وفي سؤال تاني لو سمحتي، بالنسبه لل عشان تساقط الازهار بنرش حاجه في الازهار بتاعه البرتقال ما بتمسكش 2% من كميه الزهر، فممكن في حاجه نرشها له تترش بيه؟ متشكر قوي. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. نرد عليه نقول ايه في الرش الاول؟ بالنسبه للاكسكلور نحاس او هي خلط المبيدات مع بعضيها، انت بترجع حضرتك لتوصيات وزاره الزراعه وبتشوفها لو هو من المبيدات اللي هي يمكن الخلط بتخلط. طب هي مش لا يمكن الخلط معاها يبقى ما بتخلطش، لان فيه بعض المبيدات بتؤثر على البعض الاخر، بالعكس ده ممكن تزود لي السميه، فبيحصل لي فايتوتوكسيستي للنبات او النبات يتاثر تاثر شديد جدا بهذا. يعني اللي بيعمله المرض ممكن ما السميه ما يجيش ربع اللي بتعمله السميه. فمهم جدا ان انا لما اجي اخلط المبيدات بتاعتنا، مهم جدا ان انا ارجع لتوصيات وزاره الزراعه اذا كانت ده يوصف بالخلط يبقى يوصف ساعتها بالخلط. بالنسبه للازهار احنا قلنا الكلام دوت سابقا وفي البدايه، احنا قلنا مهم جدا الاعتدال في الري والتسميد. الري والتسميد مهم جدا ان انا اعتدل في الري والتسميد عندي نسبة العقد هتزيد. ماشي؟ جميل جدا. طيب احنا كنا واقفين عند انواع الامراض وقلنا ان احنا ما عندناش اصلا في الموالح امراض بكتيريه. ما فيش امراض بكتيريه، ولحد النهارده لم يسجل مرض بكتيري واحد في مصر على الموالح. عندنا امراض فيروسيه. في امراض فيروسيه، في امراض فطريه، في امراض نيماتوديه. والامراض الفطريه زي ما احنا قلنا بتتقسم لامراض فوق اللي هي في المجموع القدري التوقعات. بس لسه انا كنت عايز اتكلم على الداي باك. الداي باك برضو اللي هو الموت الرجعي في الموالح، ده هو مهم جدا ان انا لما اجي اشيل النواشف ان انا ارش باحد المبيدات الموصى بها طبقا لتوصيات وزاره الزراعه، ولما اجي ارش ما رشش في وقت فيه مطره. ماشي؟ يبقى انا كده ايه، خلاص المطره نزلت الرش ايه اتشال، او الموبيل بتاعي اتشال بفعل الايه المطره، وفي نفس الوقت ما رشش وفيه رياح، لان لما تكون فيه رياح الرياح ديت برضه بتعمل عمل الايه اللي بتعمله المطره. يبقى اذا مهم جدا اختيار توقيت الرش، التايمنج بتاع الرش ده مهم جدا. اختيار التايمنج بتاع الرش بيؤدي الى فاعليه اكبر للمبيد، وفي نفس الوقت بيقدر يحدد الهدف بتاعه، فبيؤثر على الباثوجين بتاعي او المسبب المرضي بتاعي بطريقه مباشره وليس بطريقه غير مباشره. برضو لما اجي ارش ما ارشش في اوقات الظهيره، معروف ان احنا لما نيجي نرش بنرش في الصباح الباكر او اخر ايه النهار، دي من ضمن الاحتياطات اللي انا يجب مراعاتها اثناء عمليه الرش. مهم جدا ان انا لما اختار المبيد اختار المبيد اللي هو ايه موصى به للايه للافه ديت او الحشره ديت او الايه او المسبب المرضي ده. يعني ما بلاش نجتهد في اختيارنا للمبيدات، لان الناس بتجتهد واجتهادها بيجي عليها في الاخر في فقد في المحصول او انخفاض الطاقه الانتاجيه للايه للمحصول بتاعي. اللي انا في الاول وفي الاخر انا بجتهد ان انا ايه ازود من الطاقه الانتاجيه للمحصول بتاعي عشان خاطر ازود العائد الربح اللي انا المفروض انتهي اليه في الاول وفي الاخر. يعني احنا عندنا كمان تطبيق الخاص باختيار المبيدات، وده مهم جدا انه الناس تتواصل بيه الكترونيا، ويعني عندنا دلوقتي المبيد المناسب بالظبط. في تطبيق هدهد واحنا شغالين عليه، ويمكن احنا كنا بنعمل اجتماعات الساعه 11 بالليل الساعه 11 ونص، لان في الاول وفي الاخر كان اللي يهمنا وديت التوصيات بتاع الناس كلها، كله بيهتم بالمزارع البسيط وكلنا بنصبه ان نحقق له الرفاهيه المطلوبه ليه.
فتطبيقه ده من التطبيقات الذكيه اللي هو بيسموها الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. ده مهم جدا للساده المزارعين، ان شاء الله يلقى قبول عند الناس، وهيلقى لانه بيخدم الفئه اللي هي المستهدفه اللي هي في الاول وفي الاخر هو المزارع البسيط. هيبقى مرشد زراعي جديد يعني كده. ملازم للمزارع يعني. طيب خلينا ناخد استاذ رضا من البحيره. يا استاذ رضا. ايوه يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. يا مرحبا. انا معايا غيط، عايز اكلم الدكتور. معايا غيط ليمون. طبعا الفتره ديت الارض طبعا كانت متهمله من الميه بتاعه، وخدت ميه عطتها ميه وتسميد وجواخ مره واحده. فجابت ظهر معايا وجابت ورق، والورق حامي الفتره دي. الورق ايه؟ حامي. الورق عطى لون اصفر. في عندك ملوحه؟ لا، ارض جامده، ارض رمليه. ارض رمليه في ملوحه في البير؟ لا لا, لا لا لا. فين لا لا. فين في البحيره؟ ما في ايام ابو المطامير. ابو المطامير؟ ماشي. عمرها قد ايه؟ عمر الاشجار؟ الصيره عمرها، هي كانت صيره برتقال ومقطوعه ومطعمه بليمون. بلدي. عمرها قد ايه؟ هي عمرها يعني 10 12 سنه. الليمون عمره 12 سنه. عمر الصيره نفسها. والاصل اللي موجود في التربه عمره قد ايه؟ الاصل ده بقاله بنقول لك 10 12 سنه. الاصل امال لما جيت تطعم الليمون ده؟ الليمون ده بقاله سنتين 3 سنين بكتير. ماشي، شكرا. بشكرك يا استاذ رضا، شكرا جزيلا. بالنسبه برضه هي نفس المشكله اللي هو الاعتدال في الري والتسميد. التسميد الازوتي هو اللي بيفاقم لي المشكله، سواء كانت تصمغ، سواء كان تساقط اوراق، سواء كانت الاصفرار الاوراق. لان انا لما باجي طبعا لو هو فيه ملوحه هتاثر على الامر دوت، لان الملوحه بتزود الضغط الاسموزي، فمعاها بيزيد اللي هو الاجهاد على الشجره، فالشجره تبقى محطوطه تحت ستريس او تحت ضغط. فلو الارض فيها ملوحه ده هياثر عليها. هياثر عليها. طيب التسميد الازوتي طبعا هيديني مجموع خضري، لكن مش هيبقى عرضه للاصابه زي ما احنا قلنا بكل العوامل اللي هي موجوده، سواء كان مسببات مرضيه، سواء كانت تغيرات مناخيه. جميل. ننتقل بقى بسرعه كده قبل ما الحلقه تجري بينا وتنتهي عن الري والتسميد. والري والتسميد من اهم العمليات الزراعيه بالتاكيد لكل المواد. احنا عارفه ان الكلام فيها كتير، وعارفه ان هي محتاجه يعني وقت كبير جدا، بس سريعا جدا في 30 ثانيه نقول للناس ايه الاخطاء الشائعه جدا اللي يخلوا بالهم منها. الاخطاء الشائعه اللي يخلوا بالهم منها بالنسبه للري والتسميد او العمليات الزراعيه بصفه عامه، لو جينا نتكلم عن التسميد، عدم المغالاة في التسميد الأزوتي. إن أنا لما كل مرحلة عمرية لها احتياجاتها الغذائية أو السمادية، المفروض إن أنا بديلها المقنن السمادي المطلوب للشجرة. بالنسبة للري برضو مهم جدا، إن أنا يعني الطفل الصغير طبعا لما بيجي ياخد مضاد حيوي مثلا ما بياخدش زي الطفل زي الراجل الكبير. صحيح. او الانسان الكبير. طبعا حتى لما نيجي الطبيب بيبقى محتار، يقول لك طب وزنين لايه الطفل ليه؟ عشان خاطر المعروف ان 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 كل عمر او مرحله عمريه لها جرعه معينه. يبقى الجرعه دهيت مهم ان انا اهتم بيها جدا وما زودش. يعني مثلا يجي مثلا المزارع الكريم يجي بعد ما يخلص الماتور الرش، طب عنده شات مبيد، طب يرميهم ولا يعملهم ايه؟ فاقول لك لا خسرتي مش عارف ايه، وروح ضيفهم لماتور الرش. فكده بكده زود التركيز، دي ممارسه خاطئه، يبقى المفروض يتجنب هذه الممارسه. طيب وآخر لما اجي سريعا، لما اجي اقلم مهم جدا، لما اجي اقلم الافرع الجافه وافتح قلب الشجره وارش عقب التقليم مباشره باحد المبيدات النحاسيه الموصى بها، عشان خاطر دوت بتكون مدخل للاصابه بالامراض الفطريه لو انا ما رشتش بالمبيدات الموصى بها. انا بشكرك جدا، وان شاء الله نلتقي مره ثانيه في المرشد الزراعي ونستكمل مع بعض. انا اللي بشكر حضرتك. باقي العمليات الزراعيه. انا اللي بشكر حضرتك يا استاذه ايه، وبشكر اسره البرنامج على الدعوه الكريمه، واتمنى ان احنا كنا ضيوف خفيفه خفاف على الساده المشاهدين وعلى حضراتكم.
وان شاء الله اللقاءات تبقى متجدده، كل ما يفيد المزارع المصري احنا معاه، ودوت التارجت بتاعنا اللي احنا عاوزين نحققه. وفي الاول وفي الاخر اتمنى ان احنا قدمناه دوت يكون في ميزان حسناتنا ان شاء الله، ونجلب الرحمات لاهالينا ان شاء الله يا رب. اشكرك دكتور ابو غنيمه سعد فتح الباب، الباحث بمعهد بحوث امراض النباتات، نورتنا وشرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا، والشكر دائما وابدا موصول لحضراتكم على حسن المتابعه وعلى استفساراتكم واسئلتكم اللي بتشكل يومنا وبتشكل حلقتنا. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير وامان وسلام.